الأربعاء أرجع للمحل معي. عندي أولادي ثلاثة، اثنين متزوجين طالعين، وابني الثالث وياي بالبيت، متزوج وياي بالبيت. التولد 1960. نطلع الصبح للعروة الساعة تقريب بالأربعة ونص بالخمسة أو بالستة، نطلع للعروة نسوق من هناك من العروة نسواق. تفتر المكاتب السعر أنت اللي يليق إلك أنت، وتسوقه من أي مكتب. تصير صلاتنا هناك بالخمسة وخمسة بنفس العلوة، لأن ما لحق تصير صلاتنا بالعلوة. نسوق ونكمل، نطلع الساعة بالسبعة إلا ربع، بالسبعة من العلوة المحلات تروح نبسط، محلاتنا نبسط، البسطية مالتنا تطلع نبسط الساعة بالسبعة ونص. نعزل نجي للغداء الساعة تقريبا باثناعش ونص. نتغدى نرتاح نصلي، تصير الساعة بالأربعة أرجع لمحلي للتكان، نصعد طريق هناك كيات، نصعد بالكيات ننزل نروح لمحلاتنا. السنة 2000 بديت اشتغل بقال بهاي المينة، ماكو واحد يعني وياي، جيت انا اشتغلت المينة بقال. ولهذا اليوم طلعت يعني في ذيك الفترة طلعت للضلوعية، طلعت للفرات، طلعت لسامرة، طلعت لشهربان، السويق. وهذا يومك بعد تعرف انت شغلت البقالة، نفس المينة ما عندي مينة قبل، هي هاي مينتي انا بقال. قبل بالنسبة ماكو استيراد، قبل ماكو استيراد، فاكهة عراقية الأحسن هي والأحسن فاكهة هي العراقية. هسه اليوم كله مستورد، تركي، سوري، إيراني، مصري، ماكو يعني قليل شيء قليل، بس البرتقال العراقية والفاكهة العراقية الدرجة الأولى بأنواعها، درجة الأولى الفاكهة العراقية. اكو مكاتب تجيب بضاعة درجة أولى، واكو مكاتب تجيب درجة ثانية. البقال من يدخل العلوة يبكيفه، يريد يجيب درجة ثانية، يريد يجيب درجة أولى.
بالنسبه للبقالوكو عنده معاميل، اللي عنده معاميل يجيب درجه اولى. من ناحيه كل الفواكه بالمخبر الفواكه يبدا البقال مسواقي بالاربعه ونص، بالخمسه، بالثلاثه ونص، بالسته، لحد العشره. لحد العشره. هاي مهنه البقال. وفتره صادفت فتره كورونا تقريبا عطلت العالم بالاربع اشهر. اثرت على دخل العالم، مو بس البقال، بكل الاصناف، القصاب وبالدجاج البقال كلها اثرت عليه. هاي المواد، هاي هسه هاي بالنسبه للتفاح هذا مستورد تركي وايران، برتقال مستورد مصري وسوري وتركي، اللالنجي سوري ومصري وباكستاني، الرمان كان السوري والمصري ارخص من هسه. ليش؟ كان كثره، هسه قليل، التركي غالي، الرمان التركي غالي هسه. والموسم انواعي، اكو صومالي واكو افريقي. النوم هسه ابسط مثال، النوم العراقي، النوم العراقي الكيلو ماله بخمسه، النوم الافريقي ب 1000 دينار ب 750. ليش؟ الدرجه الاولى هو العراقي، درجة بالنسبه للنوم الزين موجود هسه، هذا ما تجيبه بماكو المحافظات، هالزيده بغداد كيلو بخمسه، والافريقي ب 750 وب 1000. السبب هذا الدرجه الاولى، هذا زين، هذا المحصول الزين. اللالنجيه العراقيه الابده، العنب العراقي هو ابده، المشمشه العراقيه هي ابده، التين، الخوخ، بكل انواع المخضر احسن من المستورد. اذا انقطع الاستيراد، اذا انقطع الاستيراد تصعد الحاجه. مثلا مكتب مكتبين يصعد. ليش؟ لان من هناك الفاكهه تصعد. ليش؟ اذا قليل، اذا كانت قليله. الاسعار هذا بالنسبه للتفاح والآبه، وهذا النوعين احمر اصفر ب 1000. الموز ب 1000 ونص، بقد الموز الكبير كرتون كبير ب 2 الا ربع. ليش؟ لان بالعلوه ب 29 ونص. برتقال تركي ب 1000 وربع. الباكستاني ب 1000 ونص يصرف ب 1150. المصري ب 1200 1150. يلا يصرف ب 1000 ونص. الرمان ب 1350 1300. البقال اللي يبيعه ب 1000 ونص ما يربح. يخسر الا ب 2000. وبالنسبه لهاي السندي، هذا السندي ليش رخيص؟ لان هذا طلبيه قليل بس وبالضغط وبالسكر. البقال ما يخزن خاصة الموسم الصيف، لأن درجة حرارة ما يقدر يجيب، يعني يوم بيوم زرع، يوم بيوم ما يقدر يخزن، لأن إذا خزن صار بيه تلف، وإذا صار بيه تلف راح يخسر البقال. أكو زرع مثلا يجيب قليل بيوم يتصرف، أو كثرة يبات ثاني يوم يبات. أكو مثلا سلعة تخلص، أكو سلعة ما تخلص. والله هي هاي المهنة، بعد إحنا بعد اللي عرفناه، وهاي هي شغلة البقال، ما نعرف بعض غيره، لا مثلا نعرف سمكره ولا نعرف سياقه ولا نعرف غيره. يوم قوت هو يوم بيوم، كل بقال العلوه قبل كانت شيء قريبه، العلوه قريبه، هسه العلوه صارت ورم العصافير. قبل البقال يجيب زرعاته يعني سعر مناسب له، نقل 2000 3000، هسه بالستوته ما يقبل الا 6000.